بما ان سيزون رانك تجدد وانا ولا مره في تاريخ قناتي عملت سلسله صعود لجراند ماستر في الرانك، ولكن في هذا السيزون قررت انني اطلع للجراند ماستر ضروري. فحرفيا كان هذا من اصعب سيزونات اللي مروا في تاريخ اللعبه بسبب كثره العقارات والمفاعلين، ولكن رغم الصعوبات قدرنا نطلعوا للجراند ماستر. ففي هذا الفيديو راح تشوف اقوى الجيمات اللي لعبتهم وانا في الطريق. فقبل ما نبداو ما تنساش لايك وسبسكرايب، خلينا نوصل هذا الفيديو اقل شيء 2500 لايك، لانه حرفيا اكثر فيديو اخذ مني الوقت لتصويره. وبس كده اخليكم مع الفيديو. اوكي، ما بقاش كتير على الجراند ماستر. طبعا يا شباب بليز بدون هاكرات، اكثر حاجه تقرف اللعبه. تقريبا كل جيم نلعبه نلقى هاكر. اعصاب ليفل ماكس. اوكي معايا ديو سكوات. امتى الميل ولا كيطيح فيها سكوات؟ الميل كانوا يطيحوا فيها سكوادات مش سكوات. اوكي سلاح 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 قارينا. اول كيل طبعا هذا مجاني، ضربت ضربه مسكين. في واحد هنا سمعته. تبغى تغدر صح؟ اوكي تعال. هي تراغون تراغون يا عمار. اعطاني وان طب في التراغون، كيفاش الله اعلم. تعال تعال تعال. ايه واحد فوق ضربه، والله ضربه. لا يا الله. اها انا بط معنا بيبو ديك. معنا بيبو، معنا بيبو عاود طلعت معنا. وكل جيم كنت تلقى معه، كل جيم تقريبا ناري. الان يعني لازم نقلب على بيبو طبعا. على ما اظن ممكن يكون في البيك، راح نروح للبيك ونشوف. اوكي في فايت هنا، كان في واحد هنا بيضرب اهو. تعال. لا ايه فوق البيك يا جدعان. شوف شوف مونكي شامبانزي جميع انواع القرادة. ايه كيل مجانا، فري كيل، نو كو فنشو. يا عمي شوف المنظر. نوك واحد، نوك هي نوك كيلات فنش. لا لا يا عمي خليني على فنش كيلات يا اسطى. واو واو لسه في كيلات فوق البيك. لا لا مستحيل تموت انت زعما. هاكر انت زعما مستحيل تموت. دمو 500. يلا ريف ريف يا غابري يا غابي ما تريف ياد. الحمد لله يسحب لي طلاقه. اوكي ننزلو بمساكتي. ناس والله غادرة اسطورية. اخونا نايم قدام المفاجآت الهدايا ولا ايش. علق علق عندي يا عمي. ثاني عندي والله اعطيني 2 يا عمي. ما تموت بقى. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ تلج 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 وتلجا وتلجا تمالك اسه وما كيموتش والله ما باغي يموت. لما شو كثير ما مات. يلا هبط المغاربي ومسك القلب. البشر في فري فاير صار عنده 2000 عارفين في الدم ولا كيف؟ ايه ده كله ياض. وين راح انزل انا؟ راح الوت دروب كروزا. نايس اللهم كروزا ولا لا شيء. 9 كيلات معايا ولسه في الجيم 24. هاد ال 24 ما بيخلصوا. في واحد قاعد بيرف بالقلب المجاني. شوف صاروا 27 ولسه في شخص بيرف. يعني راح تخلص الزون والبشر باقي 30 واحد. هادو ما بيخلصوا يا اسطى. اوكي شفت واحد هنا. سمعت واحد هنا. لا يا اسطى. شغب كلان شغب. هاد كلان شغب تقريبا كل جيم بيطيحوا معايا في نفس الجيم. يعني كل جيم ضروري الاقي معايا سكواد شغب. دا ريفايف، هذا ريفايف.
عامل ميشا 10 كيلات ولسه 24 واحد والريفايف تبعنا مات، لازم اريفو لانك مستحيل تلعب بدون ريفايف وانت فوق ال 5000 سكور. اه ما هو مش كده يا اسطى، 28 واحد في الجيم ولسه واحد قاعد بريف ورايا في القلب، والله ما بينتهوا. الله اني احسده، لو متت الان راح سكور، لو متت الان ناقص 50. لا هرب هرب اقابي هرب هرب. كروزا يا صاحبي الام ديالها معوق، كروزا اكفى سلاح من ناحيه الهيد شوت. قافي روح للمارس الكتريك في توكن هناك، يعني خذوا ريفنا. راي راي 200 راي 200 ايش رياض، لسه 19 واحد في الجيم، الجيم ما بيخلصش والله. لما تفوت ال 5000 سكور بيصير الجيمات اصعب من حياتي. بص راح يصير 20 الان، بص 18 19. الخدعة عملت له خدعة اسطورية يا عمي، ما صايته خلاص. في واحد ريفايف قاعد بدور هنا، وواحد قاعد بريف اصحابه حتى هو بدراجة يا عمي. خلاص انت هتبقى تروح تجي. قافي مات، عرفته مات في الزون، وانا 11 كيل وباقي معانا 18 واحد الان. تبعني تبعني راين راين تبعني، لازم نلعب ولا البويا تبعني. تعال السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بليس. ايه دراجون دراجون دراجون، تعال تعال يا جدك اطحني يا المنظر. لو حد هنا الله لا مش لاقي الدرجة. دراجون وسلاح المية ابلع زي ما عنديش تلج. اخيرا كلاوس خرج عن السيطرة، سلاح المية اكس والتراغون يا عمي والله كتير، تراغون وسلاح مية. بص ده 5000 الدم، يا رب ارحمني بقى. انها لعبة غريبة الاطوار حقا، لازم ندخل الزون وفي ديو هناك وفي سكواد لتحت، وين اروح انا الله اعلم. نوك لا الكي راح يتسرق، الحمد لله تفنش. نوك باقي اخر واحد، اخر واحد قريب ولا يتلاقى. لا 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 ما تقولهاش، اخر واحد. لا 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 يا اسطى لا والله يا عمي ينع الاب، وده ده واي فاي. واللي راح تشوفوه الان هو اخر جيم بلاي قبل الوصول للجراند ماستر، واللي حرفيا نهايته راح تصدمكم. سافر الى الله تمنى هذا وصلت الماستر ماشي جراند، انا بغى نوصل جراند ماستر ماشي ماستر. كوندكي البيك البيك، الكل يطيح في البيك، نزلوا هنا نوزو سلاح نطلعوا البيك، خاصك تكون ذكي لازم تكون ذكي. اه واحد نازل معي بايزون، تعال يا اسطى يلا. ايوه لا اي موت، ايه ده يا اسطى بدوش يموت. هي قرينا ايه ده، قرينا صارت هبلة، كل واحد لازم يدمجه 2000. لا ما كسمعكش ولا هم ريفو برطلاقة يعني اخر جيم بلاي ونطلع الجراند ماستر الريفايف راح يطلاقة. جيجي اه انا راح نطلع للبيك، انا دابا ما كاينش ريفايف دابا اللي متي راز الى الله اللي متي شهد ناقص ناقص واخر جيم ها هو قبل عاد رجع مبقاش من لاق الحمد لله. طلع 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 طبعا
السلام عليكم يا أهل المكان. وكونغ تعال تعال شفار أعطيته 19 شفرة يا أبو إكس إيميل نعز خليه إيه لا هو بنادم الفجية تعال يا اسطى لوك ماوس اي دربه دربه والله دربه ودربه دربه والله تدربه يا ربي وما كيموت وحق ربي لا دربه يلا خلينا نشوف اش حدا دامج ليته واش انت على راسي سكوت وش عندي هذا متشي صافي يا خويا وش قافي قافي بلا ما تعتق قافي قافي امين امين اعتقني اوقف قافي لا لا اي قافي بلا ما تعتق على ما اظن لسه حط رجلي في الارض لا شغل كلا شوف استنى 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 سبعة فين هي السبعة سبعة سالات خبي لي راسك جس سكوات ديالو كاملة صاحبي خبي لي راسك اعطيني راسك شو طلعت لك الطائرة الشرعية يا استنى اللوتي ولا شنو ولا اللي قلت لك كامله ملوتيه لا انا ما ملوتياش نطلع نموت هو دراغون هو دراغون شي ملاقي انا دراغون هو دراغون شي ملاقي ياك امبورت تعال 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 حان وقت الانتقام بدك خبي لي راسك نمشي لي رجلي طلعت فوق البيت اودي تعال والسفرة إنه ضربة والله ضربة يا له والله تضربة يا يا من كتضرب صاحبي سلاح أثقل من السلحفاة راه 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 يا شادو يور مايكروفون بليز نوك الأمو انت الأمو استنى 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 نلقى غير أمو اوكي يا شوف وما اكتيفي ما اكتيفي ما اكتيفي هذا المرض هذا انطينا صاحبي باش عرفني باش وما جيكي انالوج جيجي ولا ما جيكي انالوج يا صاحبي راه عرفني فين انا والله ماكلين هذا يلا يلا شوف يا ربي والله تم اكتيف واخونا عارفني يا اسهب والله تعرف بلاصتي راه رجع 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 عنده رجع والله تنرجع اصبر الجيم كلهم فاعلين هذا مفعل ايم بوت اونطينا راح يجي عندي بص في هذا الجيم راح نموت 100 مرة ظهر من البداية اذ قلته جيجي واحد هنا مش شايفني يلا يلا نوك خبي لي راسك تعال تعال ايه تج وات لا والله تفنش يال كلايد الله تكلا يال ايه كان بدهم يسرقوا لي الكل ما راح تسرقوا يا الاخوان لا وين الغادر ليش يا مفعلين يا كلاوات يا ممنوع جيم بلاي مور عادي من البداية ظهر اني راح اموت مليون تريليون مرة لان هذا المكان مو مناسب اطلاقا هاي فايتو فايتو تعال تعال نقدر زعما نسلم عليهم وين ده وينهم دول تعال يا اسطى يا الاخ يا ربي هاد المتاهة راح تمرضني على اساس ما شفتك لان حتى لو كنت اعمى راح اشوفك لا ولا وا نوك سرقوا الكيلة لحظة إدراك عطيته فوليد بس ما تنوق سرقوا لي الكل اعتقدت بأني أنا اللي نوقته بس طلع الخصم اللي نوقه نوك لا 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 يا
يا ربي على جيم ولا جيم صعيب والله تا جيم صعيب. اخر جيم راح يمرضونا فيه. تعال تعال نزل عندهم تعال هم ماما يفايتي تعال تعال. ايه واحد لور جيجي يا خلي التلج استنى استنى انا عمر دمي استنى حط تلج حط تلج حط شوف الضرب من جميع الجوانب ما تعرفش الضرب منين جاك ها ريف ريف يا امي ضرب يا ودي واحد جا واخد لي التلج واخد كل شيء ما تخلي والو واش طاب هاد اللوت استنى 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 يا خرج نوك واعرف شي انا بديت منهم ثلاثة بديت منهم ثلاثة مزيان يا غدار ضربني 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 ايه ايه يا اخوان خلاص جيجي يا الاخوان و كيف قلت له ما صاحبي راه امبوسيبل مازال معانا 6 اشخاص الا ماك واحد فنش فنش هذاك 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 ريفايف هذاك طرطق 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 قلبه ولا مطر قافي مات يا جماعه غريب يطلع هي ولا ما تبوشيش هكاك ما تبوشيش واصبر وغصبر خبي لي راسك بزيدي ويلي قافي مات وانت باوم الا عرفتها انا عرفتها في البدايه ها حاول تعتقلي حاول تعتقلي عفين ها هو بزيز مزيز بالام وا ما احتجرني ما احتجرني ما حاول حاول تعتقلي حاول تعتقلي حاول ما عندي كيفاش ما عندي كيفاش ما عندي انا ديما كنرجع واو معنا واحد اكت ماكتيف تقول لي ريفايفي والزون ورا عندك الدم واش الدم يا ولد اسكت يا صاحبي اسكت كيف يدير باو جيتو لي في الديال تماني ورا ماكتيف راه طوب واحد في الارض ولكن ماكتيف ورا هو كيسكت ضربه طير الكراشك عندك وا كفار سوبر قالوا شتي التلج عمر يا عمر دمي خلي خلي عمر دمي عمر دمي ليش مكوش يا عمر دمي ولا ضربة ضربة في ضربة غيدوم ان شاء الله فنش فنش راه عندي التلج عندي لا تلج لا والو فنش فنش بعدا دي التلج خبي لي راسك شحال من مرة وانا كنطيحو بوم بوم لا اخويا نفع الانبوس اعوام كي نديها انا كيفاش العز ماستر ماستر اخيرا هاد الان راح نخرجو جراند ماستر صح نخرجو جراند ماستر العز اول مره في كونتا جراند ماستر في الرانك نخرجو ونشوفو الجراند ماستر تحمس متحمس متحمس اي جراند والله هي تا جراند صبر 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 دقيقه صبر صبر نخرج من السكواد صبر صبر دقيقه نعاود ندخل ويلي 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 واو 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 اخيرا اخيرا العذاب الاسود يا صح ناري لا دخنا ناري لا دخنا ريكورديات شانكس وما تنساش لايك وسبسكرايب ونتلقاو في الفيديو الجاي.